واش الخوت يلا فقدها هذيك الساعه وتبدا واحد ستاسيون زين ديال الانجين. وصلت مع ديك السبعه البارح صافي تحتك وما عقلت على حتى شي حاجه. دابا راه فقت دابا باش ندير ديبال لواحد المدينه سميتها ناطا على 200 كيلومتر. هاد 200 ما غاديش نضربها بطبيعه الحال اليوم، ولكن الطريق كامل ما كانش فيه فيلاجات بزاف، كان واحد البوست ديال بولس على 140 كيلومتر، حيت الطريق كلها حيوانات وخصوصا الفيل و البوفالو، كان نسى السميه ديال هذاك القاموس، القاموس بالعربيه. درت ديبار بكري اليوم الساعه 6 دابا، وهذه هي الطريق اللي عمر كما كتشوفوا، هذه اللي هدايا اللي كيخبيو فيها القمح والشعير، ما عرفتش عندهم الشعير هنا ولا لا، المهم القمح عندهم كيخبيو هنا. خد ما عرفت واش هتسمعوا شي لعيبه ولا لا ديال الطيور، عرفتي علاش هنايا دوك الطيور اللي كيتسناو شي حاجه تموت. كان واحد الجوت ديال ايه ما عرفتي علاش، نمشي نشوفها ما عرفت واش شي فيل واقيلا، هاد الطريق معروفه بالفياله ولا شي بقره، عرفتي كيخان زاد الشي. فين هذا الخوت؟ شو جومه جومه ديالو قداش؟ شو رجليه قداش؟ هو داك الشي ديالو. اما الطيور كيتسناو، عرفتي شحال من طير هنا قبل ما نصور؟ قبل ما نصور عرفتي هنا كيداير بالطيور، دوك الطيور الكبار ما بقاوش هنا، كاين واحد البحيره اللي كيشربوا منها الفياله، وهنا بالليل عرفتي كي تيكون هنا بالفياله بالليل كيكون عامر. دابا هذا وقيلا ضربو شي واحد، حيت هو الدم ديالو شي كسيده دازت هنايا، ولكن ما غاديش يجروه حتى ليه، وقيلا مضروب وقيلا تضرب هنا وجلس هنايا حتى مات. اف هادشي كيخنز يلا نتحركو من او 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 الخنوزيه ديال بصح. ماك دوك الطيور شفتهم؟ ماك دوك النسورة ما عرفتش تيقولوا لهم بالعربية بالضبط، تيكون الراس ديالو ما فيهش الشعر وجناحو كبار وما كلي. وكسنا الخوت هاد البلاكة هادي كتقول لك اودي لو وقفتي هنايا هادي راه بلاصة ديال الحيوان البرية، لو وقفتي هنايا خدي راسك ولا دبر راسك. المهم هاد البلاصة فيها غير الحيوانات برية، يعني في اللي خرج يقدر يخرج لك كامو، يقدر يخرج لك سبع، ولكن السبع ما غاديش يكون في هذه القيدة هذه، حيت دابا راه شوف الشمس فين وصلت، السبع دابا كيمشي كيرتاح تحت شي شجرة ووالو، بنادم ما كيدورش هنا بنادم. و شحال كاع في بوتسوانا جات المليون ما تيدورش هنا بنادم، هاد الطريق كامل 200 300 300 شي حاجه كيلومتر. يا داك الفيلاج اللي فيه داك ستاسيون اللي نعست فيه البارح، شي فيرمات صغار يعني شي فيلاجات صغيره ربي، وفيرمات كبار تيكونوا ديال الابيضين شفتهم في الطريق كيهزو دوك العمال ديالهم كيدوهم الفيرمات، داكشي اللي كاين هنا. ما تلقى شي مدينه كبيره ولا شي بلاصه كبير ما كاينش تقريبا في بوتسوانا، كاين بوتسوانا المساحه ديال بوتسوانا تقريبا قد المساحه ديال فرنسا، وفرنسا تقريبا فيها شي كدا 50 مليون نسمه، وهنا فيه 2 مليون، ولكن عدد الحيوانات اللي كاينين في بوتسوانا اكثر من بنادم. غير الحيوان الفيل بوحدو كاين تقريبا 150 الف فيل، دقه بوحدها اللي انا فيها تقريبا فيها شي 4000 فيل. وصلت هاد الخوت هاد اللعيبه هادي كتكون كلها في ناميبيا، بعدا كتكون كلها 10 كيلومتر، هنا قليل فين تلقاها في بوتسوانا. وجيت باش نطيب شي لعيبه هنايا قليل، فاش كنطيب قليل، ولكن دابا جبت ضروري الضروره
الضرورة احكام. اذا كان عندي ثلاثة طيبت جوج ديك السيمانة بقات عندي هادي. نديرو هادشي في طيب مستريح. ضربت دابا تقريبا شي 75 كيلومتر. طريق ممل، لا ما لقيت حتى شي حيوان واخا تيقولوا لك راه انا عاوتاني راه شفت هاد البلانه عاوتاني هنايا اللي كاو تحضي راسك راه حيوانات، ولكن مازال ما بان لي حتى شي حيوان هنا. واحد يد هنا قليل كما كتشوفوا، قليل فين كيدوز. واحد جوج نطلب لهم الماء. ايش سنين ما هنا عندي هاد البراد دارت لي هادي، تنشري شي حاجه اخرى. عندي هادي ديال جنوب افريقيا، ما كتحتاج بريكا، كدير هكا كدير هكا كتمشي بالمسائل هنايا. هاد اللوبيا هادي يلا دابا نتغدى، عندي هنا الخبز. نشوفكم مورا الغدا ان شاء الله. شوفوا الخوت الشلي كيف جايه. شوف تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. واو 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 تبارك الله. شو هنا خاويه دابا الا مشيت ليه ما غاديش نلقى الشتا تما كاع. راه يلا دخلت هنا وبدات الشتا شويه، ولكن راه ليه تما سبحان الله راه ما كيبانش بتاتا. وراه الجو حار يعني ماشي ديال ما توقعش الشتا كاع. شويه تبدل الجو سبحان الله العظيم. شوف عشرة دقيقة الخط بالضبط باش حبسات الشتا. شوف الشنطي كيقول لها هذا يقول ما طاحتش. دابا يخرج شي واحد من الدار ولا واخا هنا ما فيهش الدور، ولا يقول شي واحد يخرج من الدار يقول ما كانت الشتا كاع بتاتا. وراه الجو حار، السخونية الحرارة ديال بصح تقريبا 31-30 درجة. تيليفون قرب يطفى ليا وباور بانك خسر ليا. كنت خديت باور بانك في الشارج ومشيت نعس، وملي فقت الصباح لقيتو 100% بطبيعة الحال. او دابا بغيت نخدموه، بقى في ديك 100% وما بغاش مازال يشارج ليا التليفون. دابا راه قالت لي شي كدا 40 كيلومتر فيلا صغير بزاف، فيها شي ديور في بوست ديال بويس ما عرفت كاع واش غنوصلوا ولا لا. دابا تقريبا 3:30 بانت لي عاوتاني الشتا لهي، واحد البرق تما كيضرب بحال واش نوصل. انا صافي الطريق هاد الحيوانات الطريق عاوتاني اول مره هادي طرا لي بحال هضره. انا التليفون يطفى ليا ما عرفتش شحال من كيلومتر يبقى ليا مازال. المهم نضرب انا بيكالا وصافي نشوف شحال نضرب مازال. عييت طيلا عييت بالله. دابا تقريبا ضربت 100 حيت كنشد الحسابي ربا دوك البطوات الصغار اللي كيكونوا في الطريق بحال هكا ما كاينينش هنا، ولكن هذوك اللي كيكونوا في الطريق هذيك باش شدت الحساب. كنت بديت من 190 دابا وصلت 90. عييت والله الا عييت بالله. كنت واقف الاخوت، كنت واقف هكا وهي تفش البيكالا بوحد، ملي قلبتها ما فيهاش بياسة. ما عرفت فين هاد البلان عاوتاني، فيها شي هاد البلان عاوتاني اصاحبي. وعندي واحد الدارجة ماكلة ماكلة الطاقة شحال هادي مهدر الدارجة. والو نرجعو لهاد الشي لبلاصتو. بدا عاوتاني الريح، الشتا عاوتاني جاية تربيو على هاد الشي قبل ما مضى الشتا. هاد الشي تفش عاوتاني الخوت، الله إلا كنت عارف هاد تفش بالله. عرفتي فين صوبتها؟ مغاديش تيقوني. هاديك الشجرة بلات، ديك الشجرة لي ها هي شحال بيدالي دقيقة وهي تفش عاوتاني. فيها شي بيسة صغيرة مكتبانش،
خصني ليه الماء، وملي ركبت عليه عاوتاني تقل صافي تفشات عاوتاني، راه قلبتها مزيان عرفت انا واش هدي ليها عاوتاني. ميرد ميرد سبندير الوقت. خذ بعد محاولات اصلاح عديده ربي كرمها باش تكاد شافتني هاد المراه، مراه كتسوق رمول هادشي كونستانس كونستانس فروم زامبيا. نايس اي واز ان زامبيا اي لايك ات تو ماتش بيبل ذير از يا يا also Zimbabwe. Yes. Botswana, I don't engage too much with people. Botswana, they like themselves too much. Yeah. They just feel like they also belong to another continent. Like they are just too special. That's yeah, the yeah, problem yeah. with Botswana. Zambia, they like to communicate with you. People like yeah, in Zambia, everyone wants to host someone. Yeah, yeah, yeah. Yes. سؤال خد تفاجئت والله الا وقفت عليا قالت لي فين معك نربيك الله بها قالت لي كان فيكسي فيها وقالت لي فين غادي مع الطريق كامل لكن ما كتشوفو ما كاينش في لاصا ما كاينش فين تصوب اصلا بيكالا عرفتها ما غاديش تصوب مازال فيها شي تقبه صغيره وما كتبانش خصني ليها علامه وما ما كنسمعهاش بالودن ما معها صغيره ما صعيب تفيكسها ما اصلا صعيب تقلب عليها صافي لقاتني قالت لي فين غادي قلت لها غادي على واحد المدينه هنا قريبه تقريبا شي 40 كيلومتر اللي بقات لي عليها و صافي غنمشي لتما ان شاء الله ومن بعد تما نشوف الى لقيت ديك تقريبا ان شاء الله نفيكسها الى ما لقيتهاش راه ما عرفتش اش ندير عاوتاني داكشي اللي كاين الخوت يا ثانك يو سو ماتش فور يور بيو Yeah, yeah, I couldn't just leave you behind. I was like, wow. I know what is it like? I stopped. Yeah, yeah, yeah. Yeah, I surprised that a woman stopped for me. Yeah, I'm a never thought like. I don't want to stay here because no one can help you, and it's very hard to fix it basically. Now. Yes. And elephant everywhere. Especially when it's. Rain season, yeah. They come out of the bush. Yeah. Then they are always on the road. So you yeah, find the yeah. lions, the elephants, all the wild animals. You find them playing around. So like us, also having a challenge of driving during the night. During the night, we have to park because that's when the these animals. So you cannot drive at night. We drive at night. Yeah. But rain season, it's very dangerous. So the elephants, they get stuck in the bush. Okay. So they come on the roadside. Yeah. So you find them like seated on the road. But how you manage? You just have to wait for them to move. Okay. You slow down. You make sure they move. That's when you. Yeah, I see. Because the journey, and they are so slow. Like they take their time. Yeah. You know they are always. Take time. Take time. Yeah. Have you seen a lion? The lion. Yeah. Yes, by Nata there. Oh. Yes. You've seen it? Yes, I saw. How many times? Like I've moved in the night. Most of the time when you're moving in the night. Night. Yes. Wow. When you're just coming out of Nata, that area. Yeah. They are there. Many. Because I was in Shubi National Park. Yeah. No elephant there. So they told me that they come. Yeah. They come there. They move. They migrate. علاش الخضرة ما بيش كاع نبات هنايا؟ عرفتي فيها هنا قداش؟ عرفتي قداش تبارك الله شوفوا مخلفات ديالهم على الطريق. ديما يبانوا لكم هنا ملي كنسيكلي هما شفتيهم؟ شفتو؟ شو 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 شو. عرفتي رموك عند هاد السيدة هادي كنقيه. A very clean. Yeah. You clean it every day? What? My truck? Yeah. This is my office, my home. Because men, they don't. It's everything to me. It's my office, it's my home. Like, yeah. So I have to make sure that it's clean. Yeah, men, they don't clean it like this. They always bare. They will find things thrown around. No, even your bed is. Very clean. Thank you. I like it. Thank you. Yeah. Thank you. هو واحد الفيلر خدا هو ما بانش اول فيلر نشوفه في التراك ملي جيت راه ما بانش ولكن ملي ركب بان مسخوط عرفتي قداش تبارك الله والله الا قشعته هاد المرة هادي كاع ما بان لي انا في الاول اللي قلنا
الخطوات اللي في هو هالتاني يلا دابا واحد 10 دقائق هالتاني هو تخيل كون نعس هنا الله يطيب جارني بالله ترى عرفتي قداش اللهم بها It's a group there. Yeah, I love that. Yeah, a group. عائلة ما فاميلة مع الفيلة ومتى يكونوا عائلة يا الصادم اوه يا شوف الخود عرفتي شحال ديال الفيلة هنا عرفتي كون الناس اللي الله يد هذا وانزا يا واو عرفتي كون بقيت ما انت فين هاد الناس الخود الله يطيب شغلك شي في البلا ترى بزاف اوه وصلت الخوت نطا و تلاقيت مع الماتش ديال البرتغال وهنا قع في الدقيقة يا إذا كاميرا إذا كاميرا يا Is it fine? You support what? Yeah. You support Ghana or Portugal? I'm with Africa. African? Support Africa? Yeah, with Ghana. With Ghana. Ghana. But Cameroon lost. Yes, Cameroon lost to Ghana. So I know which one do you go with? Portugal or? Me, I'm going. I think Portugal gonna win, but I support Ghana. Okay. But Portugal is a good team. Yeah, it's a good team. Very good team. Portugal is good. Portugal can reach the final. Dikas lehana. That's what I'm saying. This video more Dikas lehana. One show for Dikas lehana. One show for Dikas lehana. More Olympic medals. More Olympic medals. البرتغال كان رشح هاد كاس العالم نتلاقاو مورا كاس العالم ان شاء الله تاني بيسا الخوت ديك ديال البارح اجتنا تاني مع الصباح دار واحد السخونيه اليوم يا ربي السلام يا ربي السلام يلا تسودو نص ديال الصباح عرفتي واحد الحراره تقريبا 32 31 هكا دار بنادم ما كاينش كاع شوف شنو بدات خرج يا ربي السلام ما دير تنوها نشوف نقدر لي المسائل بعد نشطو الطريق ان شاء الله اليوم غادي نضرب غير واحد ماشي بزاف عند الفيلاج صغير تقريبا شي 60 كيلومتر هنا كاينين مدن كبار مدن صغار شويه وفيلاجات صغار دابا بحال هادي مدينه صغيره تقريبا تكون فيها واحد 30000 ناس هكا ولا قل كاع من 30000 ناس داك الفيلاج اللي غادي ليه تقريبا شي 4000 ناس زعما 5000 داكشي اللي كاين الخوت نتلاقاو ان شاء الله